ولينا زمان من كلمة ترند، تخفيضات العائلة وأقوى عرض لمدة 6 أيام من يوم الأربعاء إلين يوم الاثنين 30 يناير. خليكم معايا مرة بنغير الخطة حقتنا، بنبدأ من قسم الأثاث. وش رأيكم في هالمكتب الحلو؟ شكله مودرن، صدق أو لا تصدق، ب 129 ريال لا يفوتكم العرض، مرة قوي. شوفوا يا جماعة وش حليلة في هالشماعة الحلوة، وبكم؟ ب 49 ريال عند أرفف مع مراية، ويجي منه لونين ب 126 ريال. العرض راح يكسر الدنيا. ركن الكافي كم سعره هذا؟ 300 400 500؟ لا يا حبيبي، ب 199 ريال بس. كرسيين مع طاولة، طبعا الكرسي مرة فاخر مع الطاولة، ب 259 ريال. طاولات عليها طلب مرة قوي، الشجر الطبيعي وش رايكم فيها؟ مرة حلوة صح؟ ب 89 ريال يا جماعة بس. طاولة أرضية دائرية ومعها 4 طاولات صغار ب 269 ريال. طبعا يجي الدائري ويجي منها المربع. هلا هلا، وش رايكم في السياكل الحلوة هذه؟ مقاس 16، كم سعرها؟ ب 115 ريال بس. مربة الأطفال كم سعرها؟ ب 112 ريال. العرض تحطيم الأطقم حق الأطفال، في منها يجي 13 قطعة ومنها يجي 15 قطعة ب 39 ريال بس. هالعرض هالقوي، السجاد حق السيراميك، ايش رايكم؟ طبعا المقاس حقه 2 في 3 على 59 ريال بس. والمرة اصور لكم الستاير، طبعا عندكم الشيفون وعندكم المطرزات، المقاس حقهم 1.40 × 2.70، كم سعرهم؟ 34 ريال. 34 ريال يا جماعة، الحق او ما تلحق. طق المطبخ سنت 8+2، يعني 10 رولات، واقوى عرض ب 17 ريال وربع. هو عرض على مناديل اكسلنت، طبعا العلبه فيها 250 منديل، 10 علب ب 11 ريال و90 هلله بس يا جماعه. اخر الكلوركس اقوى عرض ب 11 ريال و95 هلله. كومفورت كم تشترونه؟ طبعا هذا لترين بوينت 9، 16 ريال و95 هلله. وعبايات ارتكس 4 لتر، طبعا هذا ماشي حريقة عندهم، 6 ريال و90 هلل. هذا الكلوركس عندكم الحبة الكبيرة ومعاها الصغيرة، تخيلين 17 ريال ونص بس، كلوركس الأصلي. طب الطخة على 3 ريال ونص، تحطيم الأسعار. هذه أكياس النفايات تب الطهى ونفس الشيء، حرقة والأسعار على 3 ريال ونص. قطعة العائلة لما يعمل عروض وتكون عروض حقيقية، وش رايكم في هالمبخرة؟ راح تتفاجأوا بالسعر، 9 ريال و95 هلا بس. سلام، لما يقول لك العرض الخطير على طول يطير، وش رايكم؟ النباتات الصناعية، ايش رايكم في هالشجرة هذه؟ ب 39 و95 هلله بس. شايفين من هناك إلين الآخر، هذا كله قسم الألعاب، مطبخ كامل 64 قطعة، فرن وحركات 49 و95 هلله. تحطيم الأسعار لا يفوت. أدوات حق الكوافيرة كاملة 17 ريال و95 هلله. ايش رايكم في هذا كشاف يجي شحن مرة حلو، 9 ريال و95 هلله. نسا حق تنظيف السيارة، وعندكم هنا تنفخون فيها المراتب الهوائية، مرة حلوة هذه طبعا، حق الرطب وحق الجاف ب 29 ريال بس. صندوق عدة 39 قطعة ب 34 ريال، مرة حلو. الخرز طبعا يحبون البنات، هذا طبعا جاي بعدة أشكال، يعملون منه أساور وحركات، 19 ريال و95 هلله. دلال حق الشاي والقهوة الثنتين بكم؟ 39 ريال بس. حركات عندكم اللون الأسود وعندكم الأبيض مع الذهبي، 69 و95 هلا. أوفر منها عدة ألوان، عندكم الأبيض، عندكم اللون هذا مرة حلو، الطقم الثنتين 49 ريال يا بلاش. فنية عندكم البراد ومعاه
6 كاسات ومع صحن التقديم ب 49 ريال. عندكم الشكل هذا او حبيتوا الشكل هذا ب 49 ريال مره حلو حق البيت حق اهداء 49 ريال بس. خان شوربة عندكم الدائري وعندكم المربع 75 ريال. شيال العروسة ايش الفخامة هذه، مرش ومبخرة وحركات، عندكم الشكل هذا او هذا او هذا، ابداع يا جماعة، شيء خبل السعر، والسعر يخبل ب 115 ريال، فخامة يا جماعة. تقوم القدور طبعا هذه 8 قطع، كمية خير من الله، والسعر ب 189 ريال، عدة ألوان 16 قطعة. طبعا هذا صناعة تركية، جرانيت ب 219 ريال، تركي يا حبيبي ب 219. فين القسم هذا؟ هذا الأجهزة الكهربائية، طبعا الأسعار هنا محروقة وبالعرض محروقة زيادة. صناعة الوافل الله كم سعرها؟ 37 ريال، الحق أو ما تلحق. وهذا سخان الساندويتش 37 ريال. طحونة القهوة 39، لا يا حبيبي ب 29 ريال بس. صناعة القهوة 3 في 1، هذه يا جماعة كذا أنا أستخدمها بالبيت مرة ممتازة ب 195 ريال. طبعا هذه حق البن، وعندكم الكبسولات الكبيرة والكبسولات الصغيرة. دفاية كهربائية وماركة هوم ماستر معروفة والضمان سنتين ب 189 ريال. هذا الخلاط حق الكيك ب 49 ريال. داية طبعا هذه زجاجية طبعا مرة حلوة، لتر بوينت 8 ب 39 ريال. عرض مكسر الدنيا 21 لتر مكنسة 1800 وات ب 139، معقول يا جماعة؟ معقول، تخفيضات العائلة معقول. ضغط كهربائي 6 لتر ب 99 ريال بس. ماركة السيف ب 79 ريال، والله يا جماعة شيء خطير. طبعا هذا خلاط وطاحونة. طبعا العروض كثيرة، فقط اكتبون تخفيضات العائلة فروع الدمام وتابعوا العروض، هذا حسابهم بالانستغرام.